مساء النور، تعليقا على التقرير المؤسف الذي صدر قبل بضعة أيام حول ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء بمعدل 3 أضعاف. يعني أعتقد أن هذا الأمر مرتبط مباشرة بالانهيار القائم في لبنان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وكذلك بانهيار المؤسسات العامة بجهة الخدمات الأساسية التي تزود بها المواطنين، بما جعل الجرائم بشكل إجمالي تزداد وتيرة وتزداد نسبتها، وما جعل أيضا الأجهزة الأمنية بالموارد البشرية المتاحة لها، وخصوصا في ظل يعني خروج عدد كبير من العناصر في الأجهزة الأمنية من هذه الأجهزة بسبب انهيار راتب العناصر الأمنية وراتب القطاع العام عموما، وللبحث عن يعني مورد آخر للرزق يمكن تسديد الفواتير. فذلك يعني جميع هذه العناصر تضافرت من أجل أن تكون كالعادة الضحية الأكثر تعرضا للضرر هي المرأة. نعم أستاذة ديالا، كما حضرتك أتيت ذكرا الآن بخصوص الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب قتل النساء في لبنان بمعدل 3 أضعاف. الآن لنتحدث عن جانب آخر، ألا وهو آلية الحل اللازمة اليوم للحد من هذا الارتفاع المخيف. يعني الحل الأنسب دوما نقول هذا الأمر في لبنان هو بتكريس سيادة القانون، تكريس سيادة القانون أي أن الاستغاثة بالضابطة العدلية والقوى الأمنية الملجأة تطبيق القانون يجب أن تكون مستجابة في قضايا العنف، خصوصا العنف الواقع على الفئات المضطهدة بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا كالنساء، لأن الاستجابة إلى استغاثة أولية تتم عبر الهاتف من امرأة تتعرض للتعنيف في منزلها، من شأنها أن تردع الفاعل المعنف عن التمادي في عنفه لدرجة الوصول إلى حد قتل هذه المرأة. وغالبا حالات القتل تأتي نتيجة تمادي في العنف لم يتم المحاسبة عليه، سواء لأن القضاء المختص لم يتخذ بشكل سريع الإجراءات الحماية الملائمة بحسب القوانين اللبنانية، أو مرات لأن الضابطة العدلية المعنية لم تستجب للإغاثات بالسرعة والجدية المطلوبة. إذن أستاذة ديالا، بخصوص الاستجابة اليوم كما ذكرتي اليوم، لماذا لا تكون الاستجابة سريعة؟ لماذا لا يتم اتخاذ الإجراءات الفورية بخصوص الحالات المتعلقة بالعنف ضد المرأة في لبنان؟ إلى ما تعزل الأسباب؟ ده جانب من هذه الأسباب كان جانبا ثقافيا اجتماعيا تم محاولة معالجته عبر إصدار وسن القانون الخاص بحماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري منذ أكثر من 10 سنوات، وهذا القانون شدد الإجراءات المتعلقة بكيفية التعامل مع الضحايا العنف الأسري من قبل الضابطة العدلية، من قبل الشرطة التي تتلقى استغاثات من هذا النوع. وفي وقت سابق من الزمن كانت تعتبر أن هذه مسائل أسرية عائلية يجب حلها خارج إطار الأمن والقضاء. ولكن أيضا هذه الأفكار الثقافية النمطية المتواجدة عن جميع المواطنين بما فيهم عناصر الضابطة العدلية لم تختفي تماما، هي لم تزل موجودة ولم تزل تمارس، وخصوصا في مناطق الأقل مدنية في مناطق الأرياف، حيث الضابطة العدلية لربما هناك لم تحصل على التدريب الملائم الذي حصلت عليه مراكز أمنية أخرى في المدن الأساسية. يبقى هذا العنصر الأساسي، ولكن هناك عناصر أخرى تضافرت في الآونة الأخيرة مجددا مع الأزمات المتكررة التي يعاني منها لبنان اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا استطرادا وكذلك سياسيا. أهم هذه العوامل هو أن الضابطة العدلية التي يجب عليها أن تستجيب فورا لاستغاثات من هذا النوع هي أيضا في مصاب كبير، لجهة أن العدد جميع عناصرها لم يعودوا قادرين على السد الحد الأدنى المطلوب من حاجاتهم وحاجات أسرهم بسبب انهيار رواتبهم قرابة أكثر من 10 أضعاف لما هو يعني ما بين 100 و200 دولار شهريا، بما بالكاد قد يسد فاتورة الكهرباء الشهرية إذا ما كانوا يحظون على خدمات خاصة للكهرباء. فهذا الوضع النفسي والوضع الاقتصادي السيء الذي يطال جميع موظفي القطاع العام بما في ذلك عناصر الضبط العدلية من دون شكوى يؤثر على سرعة الاستجابة والتلبية وعلى نعم توفر المناسب من العناصر في ظل فرار عدد كبير منهم أو عدم قدرتهم على التواجد بشكل مستمر ومنتظم كالسابق في مراكز الأمنية.
نعم، من بيروت طبعا الأستاذة ديالا شحادة، محامية وناشطة حقوقية. لك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به وعلى مشاركتك معنا بهذا الموضوع.